أحمدك ربي حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. حياك الله دكتور معنا في هذه الحلقة. حياكم الله وحيا الله المشاهدين الكرام. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. وبدأنا نصل إلى نهايات يعني نهايات سورة الزخرف. صحيح. ونهايات هذا الشهر الفضيل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله منا. آمين يا رب. يا رب آمين جميعا. في الحلقة الماضية فضيلة الشيخ الدكتور، نحن قبل ذلك إن شاء الله بعد أن نختم سورة الزخرف سنخصص حلقة بإذن الله للإجابة على أسئلة الإخوة المشاهدين. في الحلقة الماضية توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. موسى عليه السلام. نعم. عيسى. عفوا، عيسى عليه السلام. نعم. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. وتحدثنا لماذا هذا ذكر هذا الرابط أو ذكر الملائكة. ثم يقول: وإنه لعلم للساعة، وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. وإنه لعلم، ما المقصود أو الضمير هنا يعود على من؟ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. لما قال الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة مثلما قرأت: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، من هو؟ إن هو عيسى عليه السلام. ففند قضية بنوة عيسى لله. عيسى ليس ابن الله، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، وبالحصر والقصر والتوكيد. جميل، هذا واحد. اثنين، بعض العرب بنو مليح الذين كانوا يقولون الملائكة بنات الله، وفي السورة كلها كما رأينا فيه تفنيد وضحض لهذه الشبهة. الملائكة ليسوا بنات الله، ملائكة خلق نورانيون خلقهم الله في السماوات العلى، لهم وظائفهم كما أن البشر فوق الأرض لهم وظائفهم. خلق ممن خلق. لما فند كون عيسى ابن الله فند كون الملائكة بنات الله، وقال يخلفون ولو شاء الله، ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. ولو نشاء، هو شبهة عيش الملائكة وشبهة وجود الملائكة في العوالم العليا أدخلت عند البشر أنهم مقربون عند، صحيح مقربون عند الله، لكن ليسوا بنات الله. فقال: لو نشاء لجعلنا منكم، أي بدلا منكم، سألتني يومها منكم، ليست منكم، من بعضكم. وإن كان بعض المفسرين ذهبوا إلى ذلك، هنا من بمعنى بدل. ولو نشاء بدلا منكم، نجعل بدلا منكم غيركم، يعني غيركم ملائكة في الأرض يخلفونكم ويعيشون في الكرة الأرضية، ولكن الله شاء أن يعيشوا وأن تعيش الملائكة في العوالم العلوية. بعدما أبطل هذا الاعتقاد الخطأ عاد إلى عيسى بن مريم: وإنه لعلم للساعة. أن السياق كله، لأن السياق كله في عيسى عليه السلام. طيب، وإنه تعود على عيسى يعني عليه السلام. نعم. طيب، ما المقصود لعلم للساعة؟ عيسى علم للساعة؟ عيسى عليه السلام علامة من علامات الساعة، شرط من أشراط الساعة. مجيئه ونزوله المرة الثانية كما ورد في الأحاديث الصحيحة وفي القرآن الكريم إشارة إلى ذلك، هو إعلان بقرب مجيء الساعة. كما تعرف الساعة هي يوم القيامة، والله جعل ليوم القيامة أشراطا وعلامات، من بينها طلوع الشمس من مغربها، من بينها خروج الدابة، من بينها الزلزلة الكبرى إذا زلزلت الأرض، العلامات الكبرى. وهناك علامة صغرى تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه من الصغرى من الكبرى؟ هذه من الكبرى. نزول عيسى عليه السلام، يعني على في اعتقادي من الكبرى، لأنها علامة فاصلة، لأن بعدها قبله بالضبط يكون المسيح الدجال.
وهو الذي يقتله، وهو الذي يقتله كما ورد في الأحاديث الصحيحة، ويكسر الصليب ويضع الجزية ويقطع يعني يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويصلي وراء إمام المسلمين حتى إن إمام المسلمين يتأخر له كما ورد في السنة، فيبقى عيسى مصليا خلف إمام المسلمين ويقتل المسيح الدجال، والمسيح الدجال يروى بالروايتين عند باب لد، والأحاديث كما قال الحافظ ابن كثير متواترة ومستفيضة. وإنه لعلم أي لعلامة، الدليل قراءة من قراءات الشاذة، وإنه لعلم للساعة. علم معناها رمز، أو رمز شرط من أشراط الساعة، هو علامة للساعة، ولفرط بيانه ووضوحه أصبح كأنه علم عليها. العلم في الوضوح قضية، لما تقول لهذا له علم بالقضية فيه قطع مش ظن، علم اليقين، علم اليقين، لأن هناك الوهم والظن كما تحدثنا. نظرا لنزوله ولقربها مباشرة فهو علم عليها لا يجادل فيه مجادل. جيد، نزوله أيضا في القرآن، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. والقرآن أوضح في آيات أخرى أنه رفعه الله إليه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، بل رفعه الله، بل رفعه الله إليه. هذه الآيات المتآزرة فيما بينها تعطينا هذه الرؤية. طيب أين عيسى عليه السلام الآن؟ رفعه الله إليه. هل يستطيع أحد رفعه الله إليه في السماوات في جهة من الجهات؟ أشياء مثل هذه إذا لم تأتي أحاديث متواترة وصحيحة في البخاري ومسلم وفي كتب السنن ورواها أناس كثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، لا يستطيع أحد الإجابة. لكن هل رفع روحا كما ترفع أرواح الأموات؟ إذن ليس ثمة فرق، كل أرواح الناس ترفع، لا، رفع روحا وجسدا وهكذا، بل رفعه الله إليه. ويوم القيامة يعيد قبيل يوم القيامة ينزل عيسى عليه السلام، حتى إني أنا أنت ما شاء الله متذكر جمعت بعض الأحاديث، يقول الإمام ابن كثير يقول وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخبر بنزول عيسى بن مريم قبل يوم القيامة إماما عادلا وحكما مقسطا، في حديث في صحيح مسلم الذي ذكرت معناه عندما قال إذ بعث الله وفي بينما هو يعني المسيح الدجال يعيث في الأرض فسادا، إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ. الحديث طويل في صحيح مسلم، كلها أحاديث. وما تفضلت به يعني أيضا عندما يقول ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزية، حديث رواه مسلم، ولا تتركن القلاص، القلاص يعني الإبل العظيمة التي يحبها العرب، فلا يسعى عليها، ولا يذهب تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد، ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد. يا سبحانك يا ربي، يدعى إلى المال تفضل خذ، لا يقبل هذا لأنه المال. لا ينفعهم في تلك المال، لا ينفعه. فنزول عيسى قولا واحدا، الآيات يعني وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به، ويؤيدها الأحاديث. سؤالك أين رفعه الله، كيف رفعه الله؟ إذا لم تلد أحاديث نقلية صحيحة لا يستطيع الأحد، لا نخوض فيه، الخوض فيها، بارك الله. الرأي الثاني وإنه لعلم، طاهر بن عاشور وغيره يقول وإنه لعلم، القرآن علم على الساعة. يقول وإن القرآن لعلم على الساعة، لأن الله أنزل علامات الساعة في القرآن، واضح. وفعلا القرآن تحدث عن الساعة، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين صلى الله عليه وسلم، وهو آخر الرسل والمرسلين، والقرآن آخر الكتب، ففيه أشراط الساعة. قال إنه لعلامة ويحمل علامات الساعة، لكن
أنا قلت لك الحافظ ابن كثير وغيره قال السياق كله في عيسى عليه السلام بداية من ولما ضرب ابن مريم مثلا إلى هذه الآية إلى هذه لا إلى ما بعدها بعد قليل. فالأفضل أن التناسق يجعلنا نقرأ بأنه علم، وخصوصا أن ثمة أحاديث صحيحة في البخاري ومسلم وغيره تقول بنزوله، وآية سورة المائدة وإن من أهل الكتاب وما منهم إلا ليؤمنن به. بارك الله. طيب يقول وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، أي لا تجادلن، لا تجادلن فيها، لا تشكن فيها. المماراة كما قلنا الجدال، والجدال بصعوبة، فهم كانوا يحاولون طمس يوم القيامة. الجدال قلنا وقتها الجدال لا من أجل وصول إلى حقيقة أو إلى صواب، وإنما الجدال من أجل فقط الجدال، من أجل الجدال، من أجل إبطال الحق. ولذلك هذه المماراة والملاحة، صح؟ صحيح. ولكن هنا يومها أنت تذكر ألا إن الذين يمارون في الساعة ها؟ في شأن الساعة، يعني في شأن الساعة. المقصد من كلامي الفعل امترى وما تعدى بفيه هذا في سورة الشورى، وفي هناك تفيد الاستغراق الظرفية، لا الظرفية تمارون في الساعة ما رأيته في هذا الأمر، صح؟ طيب. أي جادلته في هذا الأمر. طيب. شوف جادل فيه وهنا تعدى بالباء. فلا تمترن فيها ولا تكذبن بها، تضمين، ضمنه فعل التكذيب. فلا تمترن بها أصلها فلا تكذبوا بالساعة، لا تماروا ولا تكذبوا، ليجمع بين المعنيين. هذا قاله العلماء. انظر كيف القرآن متناسق، في السورة أتى بحرف التعدي الحقيقي الذي يتسق الذي يتسق دائما مع المماراة في المجادلة فيه. هون قال لا تمترن بها، كأنه يقول لا تمترن وتكذبن بها أو مكذبين بها. إذن هذا هو المعنى. بارك جميل. والتضمين يعني أسلوب جميل جدا يوجد في القرآن بشكل واضح جدا، مستفيض، يعني يجمع بين معنيين. عوض ما يقول لك الله سبحانه وتعالى بفعل واحد قال عوض لا يقول لا تمترن ولا تكذبن، قال لا تمترن بها. أتى بالفعل الممارة وأتى بحرف الحرف الجر الذي يتناسب مع التكذيب وجمع المعنيين، ويعرفه العرب وورد في أشعارهم. العرب طبعا. بارك الله فيك. يقول وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. من قال هذه تتمة كلمات عيسى، عفوا كلمات محمد صلى الله عليه وسلم، كلمات محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يتكلم، واتبعوني أوضح لكم شرع الله. ومن قال هذا كلام من جانب الله سبحانه وتعالى مباشرة، اتبعوني هذا صراط مستقيم، اتبعوني، اتبعوا شرعي، اتبعوا ما جئتهم به من التوحيد، وأنا ما أدلكم إلا على الصراط المستقيم، هذا الصراط المستقيم الذي يقودكم إلى الله، يقودكم إلى الجنة. طيب اتبعون هذا ماذا يسمى، ترخيم هذا ولا هو حذف الترخيم؟ هذا حذف نهاية الكلمة، حذفت الياء. اتبعوني، الترخيم في النداء أعتقد. الترخيم يكون في النداء وفي كلمات عادية، هنا ياء المتكلم يكثر حذفها دلالة النون المكسورة عليها. فاتبعوني يستدل على الياء بالكسرة. بينما يا صاحي أصلها يا صاحبي ترخيم. أفاطمة بعض هذا التدلل. فالترخيم جميل، وسنصل إلى شيء منه في هذه السورة. واتبعوني أعتقد عند علماء التجويد يقرؤون يعني على أوجه، بعضهم يأتي بجزء من الحركة وبعضهم في الاختلاس وبعضهم أيوة الاختلاس ولا نحن لسنا متخصصين في القراءات لها أصحابها. يقول هذا صراط مستقيم، يشير إلى الشرع القرآني، الشرع الإسلامي الذي أتى به. من قال هذا الكلام من جانب الله، اتبعوني أي اتبعوا شرعي، اتبعوا ديني الذي أنزلته عليكم، هذا صراط مستقيم يقودكم إلى الجنة. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ما الذي يجعل الناس لا يتبعون الصراط المستقيم؟ الشيطان بس. يعني انظروا إلى الترتيب، ما الذي يجعل، لو لم يكن هناك شيطان ولو لم تكن هناك نفس أمارة بالسوء
كل الناس يعيشون مهتدين، تقول لو هذا الطريق يؤدي بك إلى الخير قلت أتابعه، ما الذي يوسوس للناس ويزين لهم المحرمات ويزين لهم المنهيات والملذات المحرمة ما عدا الشيطان؟ فقال ولا يصدنكم الشيطان. أصلها لا يصدنكم الشيطان، ما فهمك لها؟ أي لا يصدنكم عن الحق. لا جميل، لكن الكلام المفروض موجه للبشر أم للشيطان؟ المفروض للبشر. بارك الله فيك، أصل الكلام لا تطيعوا الشيطان. صحيح. اتبعوني موجه لمن؟ اتبعوني للبشر، للبشر للمخاطبين. أصله يقول لهم اتبعوني، دعنا نقول هو كلام محمد صلى الله عليه وسلم، اتبعوني واتبعوا شرعي الذي أتيت به وكلفني به ولا تطيعوا الشيطان. مش ولا يصدنكم الشيطان. عوض أن يقول ولا تطيعوا الشيطان قال ولا، وجه النهي للشيطان، كأنه يقول أنت أيها الشيطان لا تصد عبادي وأنتم لا تسمعوا كلامه. النهي وجهه للشيطان وهو كناية عن توجيهه إليهم، كأنه يقول أنت لا توسوس لهم وأنتم لا تطيعوه. لا يصدنكم، لا تتركوه بحيث يصدكم عن لا طريق. تجعل له فرصة ليصدنك. هذا هو، هذا هو المعنى المضبوط. يعني اتضحت لك الصورة؟ اتضحت. نعم، يعني كناية عن عدم طاعته، فهو كأنه ينجد نهى الشيطان أو لم ينهى الشيطان. أين يكون يوم القيامة؟ في جهنم. خلص انتهى الكلام، هو خلص الشيطان عصى واستكبر واستعز ورفض السجود لآدم وخرج عن طوع الطاعة، فهو في جهنم والعياذ بالله. وكتب الله عليه أنه في جهنم. أنه في جهنم. النهي له غير مفيد بالنسبة للشيطان، لا يقدم ولا يؤخر، ولا يقدم ولا، هو النهي موجه للمسلم للبشر، فقال لا تطيعوه وأنت لا تصدهم. لا يصدنكم بالنهي المغلظ، هكذا المغلظ ونون التوكيد الثقيلة بارك الله فيك. لا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. نعم، عداوته مبينة، مبينة واضحة جلية. ونحن قلنا في الجمل التي تأتي في التذييل تكون للتعليل غالبا، كأنه يقول لماذا لا أسمع كلامه يا أخي، إنه لكم عدو مبين. واضح. وهو يعني يعطي علة عداوته. جيد، في سورة التي رأيناها سبأ أو فاطر في آية إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فاتخذوه عدوا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، خذ منه موقف العداء من الآن ولا تسمع وساوسه ولا تنسق وراءه. يعني كأنه يقول بانت عداوته فاجعله عدوا، فاجعله عدوا واحذر منه كل يوم، ولذلك وتعامل معه وفق ما تتعامل مع العدو. جيد، يوميا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتتعوذ من الشيطان الرجيم كل فترة. يقول ولما جاء عيسى بالبينات، ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. نعم، ولما جاء عيسى، إذن الآن السياق كله حول عيسى، عيسى عليه، لذلك يفضل كما وإنه قال لعلم، وإنه لعلم، وثم قراءة وإنه لعالم. نعم، عفوا، ولما جاء عيسى بالبينات، فقط بالبينات يعني بالآيات الواضحات، البينات، بعضهم يقول بالإنجيل لأن الإنجيل حركة تصحيحية في التوراة. التوراة هو كتاب الله المنزل على موسى عليه السلام، ولكنه حرف، حرف، وفهم آيات التوراة اختلف فيها كثير من بني إسرائيل، فجاء عيسى عليه السلام يقول لهم جئتكم بآية من ربكم، جئتكم بالبينات الواضحات بالمعجزات، وآتاه الله إحياء الموتى، إبراء الأكمه والأبرص، يخبرهم بما يدخرون في بيوتهم، ميلاده آية، ميلاده آية، خلقه صحيح. الله يعني من أم دون أب، دون أب، نطقه في المهدي صبيا آية، فأتاهم بالبينات الكثيرة، فلما آتاهم بالبينات الكثيرة قال ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة، بالحكمة أي بالنبوة، المفسرون يقولون بالنبوة، جئتكم بالتوحيد،
جئتكم بالإنجيل الذي يصحح كثيرا من الأخطاء التي وقعتم فيها. وربما تأكيد على هذه المسألة ما ورد في سورة الصف، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة. بارك الله فيك، ذكرتني بها، ممتاز. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات. جيد، هو دائما وآتينا عيسى بن مريم البينات وقفينا آيات كثيرة، ولقد آتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. بروح القدس، البينات هي الإنجيل وهو معجزته وهو الوحي المنزل عليه الذي فيه تصحيح لكثير مما حرم عليهم في التوراة مثل لحم الإبل، شحوم بعض الحيوانات، موجود أحاديث أنه ماذا صحح لهم. وأيضا فيه معجزات أيده الله بمعجزات حسية يرونها، مثل إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. آيات معجزات عجيبة. فيصير أن تكون البينات هي الآيات المعجزات، والبينات هي الإنجيل أو التعليمات التي صحح بها التوراة. لا نقول التوراة، الأفكار التي فهمها بعض الذين اختلفوا في التوراة، أو الأحكام ربما، الأحكام التي اختلف فيها بنو إسرائيل في التوراة اختلفوا. وهذا حتى في القرآن موجود، يعني القرآن فيه ناسخ ومنسوخ. جيد، ما فيه، فبالتالي ما في إشكال في هذا الفهم. نعم، يعني الآن فقط أوضح شيئا، ولما جاء عيسى بالبينات أين جواب لما؟ أنا دائما أسألك، سامحني وأنت تسألني. قال لما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم هذا الظاهر، الظاهر هو هذا الجواب، ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم، وأنا كنت أحسب ذلك. فاتقوا الله. لا لا، الجواب محذوف، ولما جاء عيسى بالبينات اختلفوا وتفرقوا قددا، قال قد جئتكم بالحق من ربكم ولأبين لكم ما كنتم تختلفون. جميل جميل. اختلفوا هنا، ولما هي تشبه لو في الامتناع، لو حرف امتناع لامتناع، لما حرف وجود لوجود. لما جاءهم قالوا، لما وجد الشرط وجد الجواب، لو امتناع الجواب لامتناع الشرط. صحيح. جيد، ولو لا امتناع لوجود. هذه تختلف بينهما. جيد، أعطيك شيئا آخر هنا وبحثت فيه شيئا جيد. ماذا قال؟ ولما جاء عيسى بن مريم قال قد جئتكم. عيسى بن مريم، لا عيسى قال. ليش؟ لماذا؟ سامحني. في القرآن كثير يقول عيسى، ما يقول عيسى بن مريم. جيد، ما هو الضابط؟ نريد أن نعطي شيئا للمشاهدين. اللهم علمنا. في القرآن عن عيسى يسميه عيسى، يسميه عيسى بن مريم. صحيح. يسميه المسيح بن مريم، يسميه المسيح عيسى بن مريم. صحيح. يعني هذا جيد، كل مرة يسميه ابن مريم بدون لا عيسى ولا هم يحزنون، لكل موقع. أعطيك مفتاح ونسأل الله التوفيق. وهذا طبعا يأتي بالاستقراء. أولا كلمة المسيح عيسى بن مريم، المسيح هو المبارك. العلماء والإمام القرطبي وأصحاب التفسير بالمأثور قالوا فيه كلاما، المبارك. المسيح من ناحية الصرفية هي صفة مشبهة أم مفعول؟ فعيل، 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 تأتي باسم فاعل وباسم مفعول. باسم مفعول، يعني المسيح الممسوح، الممسوح بدهن البركة، بدهن الطهر. بعضهم قال المسيح الصديق، بعضهم قال المسيح المطهر من الذنوب. المهم لقب المسيح هذا ثناء على المسيح عليه السلام، ثناء على عيسى. واضح؟ أنا أريد أن أضع بعض النقاط حتى نشرح. طيب، عفوا عفوا، يعني لماذا إذن سمي المسيح الدجال بهذا الاسم؟ لا غير، الله يحفظك، يعني ذكرتني بشيء. المسيح الدجال لأن عينه ممسوحة. عينه ممسوحة وكتب بينه والعياذ بالله كافر، كافر، هذه واحد، وهو شكله مخيف. اثنين، بعضهم يقول يمسح الأرض، الكرة الأرضية، بمعنى يطوف بها شرقا وغربا إلا المدينتين مكة والمدينة. فهو مسيح من اسم الفاعل، من هذه، من هذا المعنى، يعني من هذا المعنى. ممسوح العين، لا ممسوح العين مفعول، اسم مفعول هو لكن يمسح الأرض، يمسح الأرض اسم فاعل، اسم فاعل، بارك الله. ممسوح العين اسم مفعول. فهذا بينما المسيح عيسى لا، المسيح ما هذا من الله، عليه مسحة من بركة، بركة، طهر، براءة من الذنوب، الصديق، هكذا يقول. هذا اللفظ المسيح لما يقوله الله في القرآن بمعنى يثني عليه،
واضح؟ جيد، كيف ارتبط في القرآن؟ في كل الآيات، معظم الآيات التي فيها تنزيل البينات والآيات يذكره بعيسى ابن مريم، ولقد آتينا عيسى ابن مريم البينات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل، لما يذكر الرسالة عيسى ابن مريم، واضح؟ لما يذكر البشرى في سورة آل عمران، يا مريم يا مريم، عندما إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، اسمه المسيح عيسى ابن مريم، وجيها في الدنيا. البشرى تحتاج ماذا؟ تحتاج الاسم الكامل، تبشرك الملائكة بالمسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا. واضح. حتى عندما ادعوا أنهم قتلوه بنو إسرائيل، وقولهم في إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، هو يريدون أن يؤكدوا، جابوا كل الأوصاف، المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وليس شخصا آخر يشبهه، وللأسف هم كاذبون. الله بل شبهه الله، واضح؟ جيد. متى يقول الله سبحانه وتعالى المسيح ابن مريم؟ في سياق التعظيم، في سياق عندما عبده بعض النصارى واختلفوا في أصله في حقيقته. مثلا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، خلاص كلمة عيسى هنا ذهبت، المسيح لأنه مبارك، لكن يا أخي هو ابن مريم، المفروض لا يقدس، وليس ابن الله، هو يذكره بأحب الألقاب إليه ولكن ينسبه لأمه، عندما يقول قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. وهكذا الآية، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح فقط يا بني إسرائيل، لما ذكر بالاسم الكامل بعدين يختصر. أعطيك في آل عمران شيء لاحظته عجيب، ماذا قلنا؟ إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم، كم أعطاه؟ المسيح عيسى ابن مريم. بعدها جاءت ثلاث أربع آيات، فلما أحس عيسى منهم، خلاص ذكر يا أخي، عرفه في البداية وبشر به. كل اللي جاءت إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، لا يحتاج إلى ذكر كل الألقاب وابن من، أنه ذكر في أولها. طلحت الصورة؟ واضحة. جيد، هنا ماذا قال؟ قال عيسى. لماذا؟ قبل قليل ولما ضرب ابن مريم، الله يحفظه، قبل قليل اقرأ لي الآية، ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، لما أراد أن يفند أنه ابن الله قال ولما ضرب ابن مريم، يا أخي هو ليس ابن مريم لأن مولده آية، وقال إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. بعد قليل لما جاء عيسى، لماذا يقول عيسى ابن مريم؟ لا، عيسى يكفي لأن ابن مريم بك، سامحني لها. واضح. أنا قمت ببحث كامل بهذا. جزاك الله خير، جزاك الله خير. طيب، ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة. نعم، الحكمة يقول العلماء بالنبوة، بالدين المسيحي الذي فيه تصحيح لكثير من المفاهيم التي أخطأ فيها بنو إسرائيل. هو ما الحكمة التي من أجلها جاء عيسى عليه السلام لبني إسرائيل؟ الحكمة الأساسية في كل الوجود هي عبادة الله، هي التوحيد، هي إرجاع الحق إلى نصابه الأساسي. بنو إسرائيل كانوا في الحقيقة موحدين، لكنهم بعد في عهد موسى عليه السلام عبدوا العجل ووقعوا في كثير من المزالق، لذلك جاء التصحيح في الدين المسيحي. لذلك عيسى عليه السلام هو رسول من بني رسل بني إسرائيل، كما تفضلت في آية الصف، وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. صحيح. والحكمة في اللغة العربية بشكل هي وضع الكلام ووضع الأمر في نصابه الصحيح، وعلمهم الحكمة. لكن هو قال ولأبين، أي جئتكم. نعم نعم. بالحكمة وجئتكم لأبين. صحيح؟ صحيح. ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، وهذا ربما يؤكد أن المقصود بالبينات. نعم. هي الإنجيل الذي يوضح ويشرح كثير من المفاهيم. لكن السؤال، لما لا يوضح كل ما اختلفوا فيه؟
لماذا يقول ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه وليس كل الذي تختلفون هنا فيه؟ العلماء ما غفلوا عن هذا بعض، لأنه جاء ليشرح بعض القضايا. هل يستطيع أن يشرح كل القضايا؟ يعني هذا جاء كلفه الله ليشرح بعض القضايا التي اختلفوا فيها. بعضهم قال جاء ليشرح لهم القضايا الدينية والأمور الدنيوية، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنتم أعلموا بشؤون دنياكم، أنتم أعلموا بشؤون دنياكم. بعضهم يقول بعثه ليصحح بعض المفاهيم في التوراة التي فهموها بالخطأ، وترك القضايا الكبرى لمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء ونسخ كل الأديان السابقة، خاتم الأديان، وخاتم الأديان، وأتى بالكلمة الفصل في كل شيء، فهو جاء ليشرح شيئا مما اختلفوا فيه. طيب، لأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. هذا التذيل أو هذا التذيل مفرع، الفاء ماذا تفيد؟ تفريع. تفريع، لما قال لأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه ينتج عن هذا، ينتج عنه، يتفرع، فاتقوا الله وأطيعون. وكلمة التقوى كما تعرف كلمة جامعة مانعة شاملة، كل الأوامر وكل المنهيات تدخل في كلمة التقوى. وبعضهم يقول فاتقوا الله، فاتقوا صفات الجلال. الله له صفات الجمال وصفات الجلال. صفات الجمال كما قلنا مرارا الرحمن الرحيم، اللطيف الحكيم، الوهاب، الرؤوف، هذه صفات الجمال. صفات الجلال المنتقم، الجبار، القوي، الملك، الرقيب. فاتقوا صفات الجبار، اتقوا بمعنى احذروا أنه سيحاسبكم. صفة المنتقم، صفة الجبار، صفة الديان، فيأتي بالوجهين. يعني لأن أنت تقول ماذا؟ نقول اتقوا الله، صح؟ نقول اتقوا النار في اللغة العربية وموجود في الحديث. صحيح. اتق الله بمعنى اعمل بالأوامر وابتعد عن المنهيات، اتق صفات الجلال حتى لا تصيبك، واتق النار ابتعد عن النار. حتى بعضهم قال كيف أفر من الله؟ نعم. قال فر من الله إلى الله، لا منجى ولا ملجأ منك إلا إليك، تنجو من النار وتلجأ إليه جل جلاله. بارك الله. طيب، قال فاتقوا الله وأطيعون، إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. هذا تذييل في الوقت نفسه تعليل. قول من هذا؟ عيسى عليه السلام. عيسى عليه قولا واحدا. فاتقوا الله وأطيعون فيما جئتكم به من شرائع تعلمكم التوحيد، تذكركم بشرع الله، وأطيعوني فيما أمرتكم وما نهيتكم. لماذا؟ إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه. هو تذييل تعليلي يعطي العلة. إذا سأل أحد لماذا نتبعك يا أيها المسيح، قال لأن الله ربي وربكم. إن تفيد ماذا؟ توكيد. توكيد. إن الله هو ربي وربكم، فصل، فصل يؤكد الكلام. جيد. في سورة مريم، في سورة مريم أنت تقرأها عندما قال قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه تمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم، ما في إن الله هو وإن ربي. الله ربي، فهو يقول وإن الله ربي وربكم، هنا قال إن الله هو ربي. يقول العلماء وقت ولد شهد بتلك الشهادة لم يكن بنو إسرائيل لا كذبوه ولا رأوا فيه كذا ولا تكونت الأحزاب ولا اختلفوا. هنا الآن شبهة عبادة عيسى، شبهة من اتخذه ابن الله ومن قال ثالث ثلاثة، من هنا قال إن الله هو ربي. السياق في تكذيبهم فأتى بهو ضمير الأصل يؤكد جانب التوحيد. هو ضمير الفصل، يعني له وظيفة تأكيدية ولا فقط حتى يبين المبتدأ من الخبر؟ يبين المبتدأ من الخبر، يميز الخبر عن الصفة، يميز الخبر عن الصفة، ممتاز، ويؤكد الكلام قولا واحدا. قول إن فلانا هو الشاعر، إن فلانا الشاعر، مؤكدة، إن فلان هو الشاعر. أولا بيّنت أن كلمة الشاعر هي الخبر الحقيقي، وفصلت وأكدت، قل هو الله أحد. بارك الله فيك. هذا الضمير حكاية،
شأن ضمير الشأن، لكن نقول يعني بشكل عام يؤكد الكلام. لكن هنا بارك الله فيك، إن الله هو ربي، هذه موجودة في آية أخرى لا أدري في أي جهة أيضا، إن الله ربي وربكم، لماذا أتى بها هو الضلال المبين؟ ذلك هو الضلال المبين، هذا ضمير الفصل أيضا فصل يؤكد لا. الكلام فأكد لأن الشبهة قائمة، قالوا عيسى ابن الله صحيح، وغير هيك غير هذا ماذا قال؟ إن الله ربكم وربي فاعبدوه. لا لا أعد، إن الله هو ربكم، هنا في هذه الآية إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه، هو ربي وربكم أو هو ربكم وربي؟ لا هو ربي أنا عبد، أنا عبد ضعيف. هو لمح فيهم أنهم بدأوا يطرونه ويؤلهونه، هذا ولد ولادة غير عجيبة، نطق في المهد صبية، في عندك النسطورية كما يقولون الفرق واليعاقبة والملكانية، ثلاثتهم من الأحزاب كما سيأتي، فاختلف الأحزاب، بعضهم قال هو ابن الله، انظر، بعضهم قال هو الله، بعضهم قال ثالث ثلاثة، جد وين؟ كل الأقوال تصب في تأليهه، هو ليس ابن الله، إن الله هو ربي أولا أنا وقبل كل شيء، أنا عبد ضعيف، هو أكد لأنه رأى العلامات ومع ذلك لم يسلم وعبد من دون الله. والإنسان أعلم بنفسه من غيره، من غيره بارك الله فيك، فهذا التقديم عنده دليل بارك الله فيك. جميل، إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، كأنه يقول فاعبدوه لا تعبدون، وهذه فاء تفريعية كذلك. نعم بارك الله 100% فاء تفريعية، فخصوه بالعبادة لا تطروني، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، رسولنا صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى عليه السلام، تعظيم، كان صلى الله عليه وسلم إذا جاء وقام الناس لا يرضى صلى الله عليه وسلم، حتى الوقوف فقط قل لا تطروني كما أطرت النصارى، لا تقوم كما تقوم العاجم لملوكها، لملوكها ومع ذلك كانوا يقومون، وذات مرة قاموا فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلطف حسان ذلك الموقف بالأبيات، قيامي للعزيز علي فرض وترك الفرض ما هو مستقيم، وعجبت لذي عقل ولب يرى هذا الجمال ولا يقوم، ففرح يعني سر الرسول وسكت يعني. فانظر إلى الإطراء كيف تحول إلى عبادة. طيب، هذا صراط مستقيم، فاختلف الأحزاب من بينهم، من بين أحزاب النصارى صحيح؟ نعم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. نعم، فاختلف الأحزاب تفريعية أيضا، حين جاءهم بالبينات وجاءهم بالحكمة وعلمهم التوحيد وأكد لهم أنه عبد الله ورسوله، للأسف الشديد العلامات التي رأوها والملابسات حول مولده أو حول خلقه، خلقه الله جل جلاله بكن فيكون، القرآن ليس ضد أن عيسى له قداسة، حتى نوضح، عيسى فعلا مقدس، كما يعني لماذا هو روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم، بمعنى له خصوصية من بين جميع الخلق، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، فنحن لا ننال من ذلك، لكن نقول هو عبد ورسول وبشر مثل الجميع، خصه الله بخصوصيات، لذلك الفرق التي اختلفت، فاختلف الأحزاب من بين أحزاب كثيرة، من بينها اليعاقبة، من بينها الملكانية، هم باختصار يعني ينحصرون في ثلاثة، منهم من يقول هو ابن الله، النسطورية النسطورية واليعاقبة والملكانية، هؤلاء كبرى الفرق، طبعا الفرق القديمة هذه طبعا، لكن بعد ذلك اختلفوا حتى بفرق جديدة أكيد، لسنا متخصصين في فرقهم ونحترمهم ونجل الجميع، لكن انظر إلى الأقوال، من يقول ابن الله، من يقول هو الله، هو الله، من يقول ثالث ثلاثة، لا تختلف النهاية، اعتقاد فيه كلام شديد وفيه فساد، لذلك فاختلف الأحزاب من بينهم، كأنه يقول وكفروا فويل للذين كفروا للذين ظلموا، الظلم هنا بمعنى الكفر، إن الشرك لظلم عظيم، وادعوا فيه الألوهية وهو بريء منها. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم.
هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ لما قال فويل، الويل كما تعرف الهلاك، الهلاك بعضهم يفسره بواد في جهنم، في جهنم. الويل الثبور الهلاك عذاب شديد، دعنا هنا، عذاب شديد. العذاب متى يكون؟ يوم القيامة. ما الذي يحول بين العذاب وبين وجوده؟ الموت. بس فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم؟ الساعة المقصود فيها هنا الموت، لا لا، أو الساعة قيام ويوم الساعة. القيامة. لكن المقصد يعني انظر كيف رتب القرآن، لما قال فويل للذين ظلموا ولهم عذاب شديد، كأن يقول متى هذا الكلام؟ ما الذي يحول دونه؟ فهل ينظرون إلا الساعة؟ هم ما يحول دونه إلا انتظار الساعة، وهي قادمة لا محالة، بل هي كالقادم الذي ينتظره أهله. هل ينظرون إلا الساعة؟ شبه الساعة بقادم غائب أهله ينتظرونه بشوق، هم لا يستطيعون البقاء بدونه، ينتظرونه. هل ينظرون إلا الساعة؟ وهذا تعجيب منهم، استفهام إنكاري فيه تعجيب، يعني ما ينظرون. في رأيك ما نوع الاستفهام؟ هل ينظرون إلا الساعة؟ مفرغ هذا؟ إيه مفرغ، ما اختلفنا. هل أداة استفهام؟ صحيح، تفيد النفي. يعني ما فائدته؟ ما فائدته البلاغية؟ غرضه. ما ينظرون إلا الساعة، إنكار عليهم، إنكار. فيه نفي وفيه تعجيب، يعني لا يحول دون هذا العذاب إلا وجود الساعة، وستقوم، وبل إنكم تنتظرونها وهي آتية. نعم، قال هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، بغتة فجأة كما تعرف، تفاجئهم بالمجيء، هذا اسم مصدر يدل على المفاجأة، كيف تأتيهم بغتة. طيب بغتة يفيد المفاجأة، نعم. طيب ما الداعي لذكر وهم لا يشعرون؟ هذه تتمة المعنى، بارك الله فيك. ما ينظرون، أو دعنا نقرأها كما جاءت، هل ينظرون إلا الساعة؟ الساعة كما قلنا هي يوم القيامة، علم بالغلبة على يوم القيامة، الساعة هي ساعة من الوقت، وإن كان البعض يفسرها بالموت كذلك. طبعا من مات فقد قامت قيامته، هذه قيامة الصغرى. أستاذ محمد فتحت لي بابا، كان كثير من الناس يقول لك الساعة بعيدة، أنا وأنت تقول الساعة بعيدة، أين أشراطها الآن؟ أين نار من المشرق وتحشر الناس مثلا؟ أين طلوع الشمس من مغربها؟ أين نزول المسيح الدجال؟ أين نزول عيسى؟ فإذا لم يئن أوانها. جيد، لم يئن أوانها ولم يحن أوانها، سؤال مطروح. ألعب؟ لا أصلي؟ أفعل ما أشاء؟ في ساعة صغرى، في ساعة صغرى، وهي تأتي بغتة كذلك، وتأتي بغتة. إذا الإنسان لا ينظر إلى الساعة الكبرى، انظر إلى متى إلى متى تأتيك المنية وتأتيك فجأة. فمن مات فقد قامت قيامته لأن انقطع عمله، فهذه الخوف من هذه ليس من الثانية، الثانية تجمع الجميع، بارك الله فيك. والساعة اسم علم بالغلبة على يوم القيامة، بارك الله فيك. يقول لا لكن انت سألتني سؤال ما أجبتك. وهم لا يشعرون. نعم. سبحان الله، أخذتنا الساعة. اللهم احفظنا يوم القيامة. آمين يا رب. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ جيد، قد تأتيهم بغتة ولكن هم يحتسبون حسابها، هم متوقعون لها. فقال لو قال يأتي إلا أن تأتيهم بغتة وسكت، ممكن أن تأتيهم بغتة وقد أعدوا لها حسابها وهم يرتقبونها. لا، تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون ولا يحسون ولا يدركون، هم غافلون سادرون. الآن يعني العالم كله غافل في الملذات والشهوات وفي كل، والعياذ بالله، ما أحل الله وما حرم. فلما تأتي الساعة تأتي وهم لا يشعرون، بمعنى لا يفقه، لا يدرون بها، فهذه أوقع وهذه تفاجئهم أكثر فأكثر. أول سؤال يأتيني في الآية التالية هي علاقتها بالحديث عن عيسى بن مريم والحديث عن بيان عبوديته لله وأنه ليس ابنا لله، ثم اختلاف الأحزاب من النصارى في هذه المسألة، ثم انتظارهم الساعة حتى تأتيهم بغتة، ثم يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هل ممكن أن نقول ذكر الساعة في نهاية موضوع عيسى حسن تخلص؟ نعم، ما شاء الله، وهكذا خلاص. بما أنه قال هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم،
هل ينظرون إلا إتيانها ومجيئها، هذا أن تأتيهم الساعة بدل من الساعة، كأنه يقول هل ينظرون إلا إتيانها أن تأتيهم وهم لا يشعرون. مصدر مؤول، مصدر مؤول بدل من الساعة. فلما تحدث عن الساعة وقدومها بغتة انتقل البيان القرآني إلى ذكر ما يقع في ذلك اليوم، ومن ما يقع في ذلك اليوم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، وبدأ في مشهد عجيب من مشاهد يوم القيامة. وهو بالفعل مشهد عجيب جدا. الخليل، ما هو الخليل دكتور؟ الخليل هو الصديق الحميم الذي تتخلل محبته كيانك، تتخلل. فهي من أعظم مراتب الصداقة، الصداقة والمحبة والمودة. أعظم مراتب الصداقة والمودة والمحبة هي الخلة بالضم الخاء، ولذلك اتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. معناه هو خليل من؟ خليل الله. أكبر مودة لله ثم تأتي أبو بكر، لا معنى، واضح الكلام. تخيل، لم يقل شكرا انت انتبهت ما شاء الله، الزملاء الاصدقاء الجيران، لا، الاخلاء اعظم علاقه تجمع بين الناس وهي الخله. والعلماء يفسرونها محبه صادقه وموده كبيره تتخلل عروق الانسان وكان. جد هؤلاء ما بهم يوم القيامه بعضهم لبعض عدو، وليده شريطه بعضهم لبعض عدو، من كانت خلتهم قائمة على الدنيا ومصالحها وشهواتها، إلا المتقين. إذا كان هؤلاء من المتقين ويعبدون الله ويقرؤون القرآن ويحبون الخير وعندهم خلة بينهم، لا يستزداد محبتهم، لأن خلتهم في الدنيا أن تجد لهم الجنة، أن تجد لهم الخيرات، تزداد محبتهم ويتقابلون في الجنات. أما الأخلاء الذين تجمعهم الدنيا والمحرمات، هؤلاء يكون بعضهم لبعض عدو. لا إله إلا الله، والعياذ بالله. جيد، لأن المصلحة انتفت، انتفت. بالعكس، يرون آثار الخلة السيئة فيزداد كرها لأخيه. لا إله، أنت الذي شغلتني، أنت الذي أتعبتني. نعم، ذكرني بالآية التي تقول يا ليتني اتخذت فلان مع الرحمن خليلا، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان. يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، تفسر هذا الكلام. لا، وانظر، الأخلاء يومئذ أعداء، ماذا قال؟ لا، بعضهم لبعض عدو. لو قال الأخلاء يومئذ أعداء، الواحد يفكر أعداء لغيرهم. لا، بعضهم لبعض عدو، حتى لا يلتبس المعنى، حتى لا احتراز. لو قال الأخلاء يومئذ أعداء، أعداء للناس لآخرين، لا، فيما بينهم العداوة، لأنهم اصطحبوا على غير حب الله. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور، وجزاكم الله خير الجزاء. سنكمل بإذن الله في الحلقة القادمة. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. جزاكم الله خيرا، ونشكر كذلك الإخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة من برنامجهم في رحاب سورة. بحول الله نلقاكم في الحلقة القادمة، شكرا لكم، وإلى الملتقى بحول الله. السلام عليكم. متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية.